بنشكر الدكتور أسامة واللجنة المنظمة على الدعوة الكريمة لأن احنا نبقى في الجلسة باسم أستاذنا الدكتور أحمد مدحت زكي رحمة الله عليه، رئيس قسم جراحة الأطفال في جامعة عين شمس سابقا. الحقيقة الدكتور أحمد يعني كان غير أنه كان عالم فذ وجراح قدير، إنما كان إنسان مفعم بالمحبة والود والدعم لناس كتيرة. ما كانش أبدا يقدر يقعد في مكان واحد، كان يحب دايما طول الوقت ينتقل، وكان في أماكن ليها خصوصية شديدة جدا في قلبه، منها بورسعيد. يعني بورسعيد والسويس وبنها والمنيا كانت بتمثل لنا دايما مصدر غيرة شديدة في عين شمس. لما كنا نتكلم معاه هو كان دايما يشعر بأن الأماكن دي ليها خصوصية. بورسعيد بالنسبة له كمان شافها فترة مجهود كبير من الزملاء والأساتذة الأفاضل في بورسعيد، قد إيه عملوا مجهود كبير والدنيا تطورت بشكل كبير عشان خاطر يبقى في خدمة كويسة جدا للأطفال وحديث الولادة، خصوصا في الأطفال اللي محتاجين سيرجيكال كير. أكيد هو يعني ربنا يا رب يتقبله ويرحمه. سعيد جدا بأن الناس تكون لسه يعني فاكراه وتكون لسه ماشية على نفس النهج في تطوير وتحسين الخدمة لأطفالنا سواء الحديث الولادة أو الأطفال في سن البيدياتيك ايج جروب. شكرا جزيلا دكتور أسامة بيه، شكرا جزيلا للحضور الكريم، شكرا جزيلا للإخوة الأعزاء من بورسعيد ومن كل المحافظات المصرية. إن شاء الله نسعد بكم في اللقاء البسيط دوت. إن شاء الله يوم جميل عليكم. شكرا. السلام عليكم، أنا محمد هشام أستاذ مساعد جراحة الأطفال. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ازاي نعمل ابروتش لحالات البيدياتريكس، ازاي نقرب ونشوف حالات، ازاي نقرا الاشعه الاكس راي. مش هنديك في الديتيلز كتير، ولكن عايزين نتكلم الاول عن احنا ليه بنحب الاكس راي. يعني احنا دايما في البيدياتريك سيرجري، وعموما حتى احنا طبعا كان هيكون موجه لدكاتره الاطفال اللي هيقفوا في استقبال اطفال، هيكون معرضين هم يقابلوا حالات من البيدياتريك سيرجري كتيره. فاحنا عايزين نعمل زي جايد لاين سريع ازاي يبقى مدخلك لقرايه الاكس راي. الاكس راي على قد ما هي حاجه تعتبر بدائيه شويه، ولكن هي مهمه جدا، احنا بنعتبرها جولد ستاندرد في الانفستيجيشنز بالنسبه لنا. اولا هي سيمبل قوي، سريعه، بتتعمل بسهوله، كونكلوسيف، تعرف تقرا منها حاجات كتيره، طالع منها فايندنجز كتيره. عيبها على الاذر هاند ان هي ممكن تكون الدوزج بتاعها بيبقى فيه ريسك، ما اقدرش اعمل اكتر من دوز معينه في وقت معين عشان ما اعرضش الطفل لريسك معين. غاليه، مش موجوده في كل حته، اسف يعني مش هتقدر تعوضني عن حاجات تانية زي السي تي، لان السي تي والام ار اي بيبقى ليهم حاجه اسمها اللي هو الدبث بتاع الايمجنج، اقدر اشوف 3 دي فيها، لكن في الاكس راي هي بتبقى سيمبل از ات از. الاكس راي لما نحب نبدا بيها قبل ما نتكلم عن الابنورماليتي عايزين نعرف ايه النورمال. احنا بنشوف ايه بالظبط لما بنشوف اكس راي بتاع الطفل طبيعي؟ احنا بنشوف اول حاجه اسمها الايريشن، الديستريبيوشن بتاع الاير عامل ازاي في الاكس راي. احنا اللي نقدر نشوفه دايما الاستومك بابل، نقدر نشوف الديستريبيوشن بتاع الاير في الكولون. مش العادي ان احنا نشوف ديستريبيوشن للسمول باول، ممكن يبان في بعض الاحيان، ولكن مش العادي ان احنا بنشوفه. لما بنشوفه بيبقى فيه دايلاتيشن او انسان رول اديما في بعض الاحيان. طيب تعال نشوف مع بعض ايه اللي امتى يحصل للابنورمال ديستريبيوشن. ده اكس راي معاها صبغه، اوكي، مبينه الديستريبيوشن بتاع السمول باول. العادي ان بعد الصبغه ما بتعدي من الجاستريك اوتلت هتطلع على ديودينم، وبعدين بتعمل حاجه اسمها سي كيرف وكروس تو ذا اذر سايد اوف ذا ميد لاين. هنا اللي حصل ان بعد ما عدت من الجاستريك اوتلت ودخلت على الديودينم، ايه اللي حصل؟ كملت في نفس الناحيه ديت، ما يوحي ان احنا عندنا شيفت اوف ذا باول تو ذا رايت سايد، وده المنظر بتاع المال روتيشن. تمام، يعني شبه مستحيل ان احنا نعرف نطلعه من غير وجود كونتراست او داي. عشان كده دي الحاجه الوحيده اللي انا حاططها النهارده فيها داي، عشان خاطر نفهم الناس بس يعني ايه الابنورمال ديستريبيوشن فيرسس النورمال ديستريبيوشن اللي احنا بنقول عليه في النورمال اكس راي. طيب هل اقدر ان انا اطلع اورجانوميجالي من الاكس راي بس؟ الجواب مش شرط الالترا ساوند،
هو اللي يقول لي اذا كان في اورجانوميجالي ولا لا. الاورجانوميجالي مش هقدر اي نعم احدد لينث ولا احدد دايمنشنز، لكن على الاقل اقدر اقول ان في سوفت تيشو شادو واخد مكان غير مكان الاريشن الطبيعي. عشان كده اهم حاجه كنا بنقولها في الاكس راي انك تبقى عارف النورمال ديستريبيوشن اوف اير، لان هو دوت الساين بتاعتي في الاكس راي اللي هعرف ابني عليها الابنورماليتيز وقارنها بالنورمال. هنا زي ما احنا شايفين مثلا الاستومك هي البابل الوحيده اللي باينه عندي، وبعدين عندي في حته وايت اريا كبيره جدا في منتصف الاكس راي، دي معنى كده ان هي اوكيبايد بسوفت تيشو ما فيهوش اير. زي هنا السبلين واخد حته كبيره وصلت المنطقه هنا، هنا كمان الليفر عامل شيفتنج ودايس على الكولون منزله، وبدا المنظر احنا كنا بنشوفه هنا هو ان الكولون متعلق فوق في الابر ثيرد بتاع الابدومن، لا ده نزل هنا لتحت كمان قرب اللور ثيرد اوف ذا ابدومن، معنى كده ان حصل شيفتنج للاير تحت نتيجه ضغط بأورجانوميجالي. منظر تاني هو برضو عندنا الكولون اللي هو انا بعتبره اللاند مارك بتاعتي عشان خاطر اقدر اعرف الاريشن بادئ منين، حصل له شيفت لتحت وشيفت كمان وده للليفت سايد، معنى كده ان الاورجان اللي عامل له شيفتنج واخد المنظر الترينجلر ده كله، فده يحيل ان انا عندي اورجانوميجالي ان ذا فورم اوف هيباتوميجالي. طيب اقدر اعرف اذا كان في انسانر وول اديما؟ نقدر نعرف المنظر ده، منظر مشهور جدا في النيونيتال في الاي سي، بنشوفه كتير في الان اي سي. لما يحصل انتستانر وول اديما بشوف حاجتين، الحاجه الاولانيه ان بيبقى في سنترال ديستريبيوشن للاير بان في السمول باول، وده مش طبيعي ان احنا نشوفه، والحاجه الثانيه ان احنا بنشوف الوايت ماركس ديت عامله زي ما تكون يعني محدده شكل الانتستين. ده معنى كده ان الوول نفسه حصل فيه ثيكنينج من الرفع بتاعه، بقى تخين انف ان هو يبان ان ذا فورم اوف سوفت تيشو في الاكس راي دوز، فده يبين لي هو تنفع عندنا انتستانر وول اديما. في ساين اسمها ايروبيليا او نيموبيليا، معناها ايه؟ معناها ان انا اشوف اير في البيلاري تراك. احنا عاملين بنقول ساينز هي عباره عن ابنورمال ساينز، احنا قلنا اول حاجه ايه هو النورمال، بعدين بنقول سبوتنج لكام ابنورمال ساين، لو شفتهم هتعرف تدخلك على التراك اللي تكمل الانفستيجيشن منه. هنا لو شفنا المنظر دوت اهو، دوت المكان بتاع الليفر، الكولوم اوف اير دوت مش المفروض يكون موجود، ده معنى كده ان انا ظهر عندي اير في البيلاري تراك. طب ايه اللي خلى الاير يخش اصلا؟ البورتال سيركيليشن نقل اير بابلز من الجت وداها في البورتال سيركيليشن، دخلت جوه البيلير تراك في الليفر. ده بيحصل في حالات زي برضو الان اي سي لما بيحصل سيفير وول افكشن في الباور، فبتدي المنظر اللي احنا بنسميه النيموبيليا. ده فيري كاركترستيك للان اي سي، وبالتالي يقدر يشيفت مي بعد كده الانفستيجيشنز لحاجه ثانيه. طيب هناخد كذا باثولوجيكال برزنتيشن لبعض الحالات اللي احنا بنقابلها دايما. اول حاجه، هل احنا اوير بمعنى كلمه انترستانال اوبستراكشن ازاي نطلعها من الاكس راي؟ هنوري حضراتكم كذا اكس راي ونشوف مع بعض. المنظر دوت اول لما اي حد من الترينيز بيشوفه بيقول عليه اير فلويد ليفل، اوكي تمام، ده اير فلويد ليفل. بس راي حضراتكم هل دوت انترستانال اوبستراكشن؟ هل اقدر اقول من المنظر ده انترستانال اوبستراكشن؟ ده ما نقدرش نقول ان هو اورجانيك اوبستراكشن. طيب نشوف منظر تاني، مجرد ما نشوف المنظر دوت انا عندي مالتيبل اير فلويد ليفلز في كل حته، لكن هل دوت انسانال اوبستراكشن؟ الحقيقه ان ده برضو مش انسانال اوبستراكشن. انا اصلا احط الاثنين سلايدز دولت عشان نريز في دماغ الناس ان مش اي كلمه اير فلويد ليفل معناها انسانال اوبستراكشن. انا ليه بقول الكلام دوت؟ لان في دايما كونفليكت تحصل ما بين النايب اللي واقف في الاستقبال، مجرد ما يشوف اشاعه بتاع الطفل عنده اير فلويد ليفل بيعتبر على طول ان دوت سورت اوف انسانال اوبستراكشن، وان احنا لازم نبروسيد في السيرجيكال ستيبس. الحقيقه ان اللي ما بيفرقش معايا خالص قصه اير فلويد، اللي يفرق معايا حاجه اسمها الديستال ايريشن، يعني الاير فلويد ليفل ده واصل لغايه فين. طب هو اولا يعني ايه اير فلويد ليفل؟ اير فلويد ليفل معناها ان حصل سورت اوف فيرمنتيشن او وات ايفر اللي حصل في الانتستين مع شويه سيكريشنز، يبقى عندي هواء وعندي فلويد. اي حد لما يقف في الايركت بوزيشن الهواء هيطلع فوق والفلويد هينزل تحت، فهيطلع المنظر بتاع الاير فلويد ليفل. طب اللي بيجي له جاسترينترايتس عنده سيفير دايريا، مش الدايريا في حد ذاتها هي فلويدز موجوده في الانتستين، وبالتالي الكولون هيبقى مليان فلويد وبالتالي هيبان فيه فلويد ليفلز هو كمان. امال امتى اقدر من الاشعه اقول ان انا عندي اوبستراكشن فعلا؟ بص حضرتك المنظر دوت اير فلويد ليفل برضه، لكن فرق ايه بقى؟ لما نحطهم الاثنين قصاد بعض، المنظر ده انا قلت لحضراتكم ان هو ما هوش اورجانيك اوبستراكشن، بينما المنظر ده قلت اورجانيك اوبستراكشن. الفرق ما بينهم هنا حاجه اسمها الديستال ايريشن. الاير في الباول بالذات في اللارج باول وصل لغايه فين؟ في الاورجانيك حصل حاجه اسمها كات اوف، يعني خلاص وصل عند حته معينه
وما قدرش يكمل اكتر من كده. بينما في الفانكشنال اوبستراكشن او وات ايفر، حتى لو ما كانش اوبستراكشن، لو في عندنا جاسترونترايتس او حاجه، قدر انه مانج انه يوصل لغايه الديستال بارت اوف ذا كولون اللي هو في الريكتوم، وبالتالي اقدر افرق ما بينهم. يبقى بالنسبه لي كلمه اير فلويد ليفل مش هتخوفني بعد كده، اللي هيخوفني الاير فلويد ليفل او الاير او الفلويد وصل لغايه فين، هو ده المهم بالنسبه لي. طيب هل الانسان اوبستراكشن لازم يجي بالمنظر الكلاسيك دوت؟ لا، عندنا مناظر تانية كتير ليها، زي مثلا منظر انترسبشن. انترسبشن دوت حضراتكم كلكم عارفينه، عباره عن ان اللوب بيخش جوه لوب. الانترسبشن ممكن نشوفه بالمنظر اللي بنشوفه كتير جدا، اللي هو عباره عن سنترال اريشن، نتيجه ان الكولون تقريبا بالبلدي اتاكل جوه بعضه، خلاص دخل جزء من الكولون جوه التاني، فالكولون بقى كله عباره عن زي السوفت تيشو، فمش هيبان، عشان كده بيبقى فيه لاك للكولون اريشن اول اراوند. ونتيجه الاوبستراكشن اللي حصل حاجتين، انتستاينال وول اديما زي اللي قلنا عليها قبل كده، ادي الماركس باينه ما بينها، والحاجه الثانيه حصل ديستنشن للسمول باول، فاصبح الباترن اوف اريشن كله عباره عن سنترال اريشن والباقي كله لاك اوف اريشن اول اوفر. فمنظر عندي فيري كاركترستيك للانترسبشن. المنظر ده احنا ما بنشوفوش كتير، ولكن هو دوت المنظر اللي بنشوفه في الكتب، اللي هو تبقى شايف الهيد واصله لغايه فين، بعد كده الكلو ساين كمان بتاعتها. طبعا دي بتبان اكتر لو في شويه كونتراست اتحقنوا، هقدر اشوف المنظر كلاسيك بتاع الهيد اوف ذا انترسبشن. المنظر البرزنتيشن كمان اللي بنشوفه اللي هو الميد جاد فولفلس. ميد جاد فولفلس بدون الدخول في تفاصيل وانواعه كتيره، بيحصل مين اللي مع الروتيشن، ونتيجه ان الروت اوف ميزنتري ضيق، فممكن الانتستين تلف حوالين بعضها. ايه اللي بنشوفه فيها؟ بنشوف حاجه اسمها جازلس ابدومن. جازلس ابدومن دوت ده نايت مير للجراح. لو شفنا منظر ان استومك بابل كبيره جدا وكل ما ديستال ليها هو ابيض تماما، معنى كده ان انا ما عنديش اي سورت اوف اريشن موجود خالص. لو عندنا منظر جازلس ابدومن دوت ومعاه منظر سيرجيكال ابدومن، يعني فعلا بطن بورد لايك ريجيديتي وتندر وفيها كل حاجه، لازم بسرعه نتصرف لان ده توب ايمرجنسي في هذه الحاله. معنى كده ان انا عندي فعلا ريسك جامد جدا ان يكون في ميد جاد فولفلس. طيب كده خلصنا منظر اللي بنشوفه في الانسان اوبستراكشن. الفورين بادي من الحاجات اللي هتشوفها كتير جدا، وحضرتك مش لازم تكون جراح عشان تاخد فيها ديسيجن. اللي بيحصل ان الطفل بيجي بلع حاجه، يا اما الاهل شافوه هو بيبلعها، يا اما بيبقوا شاكين نتيجه ان في حاجه في ايده واختفت. اول حاجه هتبادر لذهننا ان احنا نعمل له اكس راي. الاكس راي انا هشوف فيه منظر ان في فورين بادي، طبعا لو كان ميتال، اما لو كان ازاز او اي حاجه ثانيه ده هتبقى ريديلوسنت مش هقدر اشوفها. ولكن ما نستعجلش ان احنا لما نشوف المنظر دوت ونقول هو دوت، مش هقدر اقول من اكس راي واحده ايه طبيعته ومكانه فين. يعني ايه؟ يعني دلوقتي جالي طفل الاهل كانوا بيقولوا ان هو كان ماسك حاجه في ايده وحطها في بقه وبعد كده اختفت، عملت له اكس راي، هل انا اقدر اقول ديت بلعها ولا حصلها انهاليشن في التراكيه؟ هقدر اقول الكلام ده طبعا كلينيكلي لو عنده سورت اوف كروب، وفي بعض الاحيان لو حاجه صغيره لسه مش عامله تاثير هضطر ان انا اعمل له لاترال اكس راي. بص حضراتكم هنا الاكس راي ديت الوات ايفر اللي مش هقدر اقول ده لسه كوين ولا باتري، واقفه في انتيريور شادو، بينما عندي البوستيريور شادو ده بتاع الاسوفيجس والانتيريور شادو ده بتاع التراكيا. معنى كده ان المنظر ده اللي انا كنت فاكر ان هو بلعه ده طلع ان هو دخل في التراكيا. طيب الحاجه الثانيه، لما يجي لنا منظر سيركلر واقف في الميد لاين، سواء بقى كان انجشن او انهاليشن، لازم افرق اذا كان دوت كوين ولا باتري. نفرق بينهم فرق رهيب في التعامل. لو الاهل كانوا شايفين هو ماسك في ايده حاجه منهم محدده اتس اوكي، لكن هما مش عارفين يبقى لازم احدد هو دوت باتري ولا دوت كوين، لان الكوين ليها بروتوكول والباتري ليها بروتوكول تاني كبير جدا احنا مش هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي، ولكن بيبقى من اهم العوامل فيه ان احنا هنتدخل emergency، لان الباتري بالذات لو فيها electric current مش هينفع تتساب وقت طويل على الwall of the esophagus. بعد كده لازم اكون عارف اللي اتبلع دوت ايه، لان لو في بعض الحاجات بنديلها special concern زي الماجنت، الطفل لو بلع قطعة ماجنت واحدة بعملها معاملة الفورين بادي الميتال عادي، لكن لو بلع اكتر من قطعة فاحنا دخلنا في ريسك عالي جدا، لان هيبقى قطعة ماجنت موجودة في لوب وقطعة تانية موجودة في لوب تاني هيقربوا من بعض ويعملوا مع بعض انتستاينال فيستولا، وبيبقى التعامل معها صعب جدا. فبالتالي لازم لما اشوف المنظر دوت، انا المنظر ده بالنسبة لي سو فور كويس، لكن بعد كده لما الاقيهم لزقوا في بعض خد بالك، ممكن يكونوا لزقوا في بعض ان هم قربوا من بعض فعلا جوه اليومن، او ان هم خدوا التو لوبس لزقوهم في بعض، فلازم يبقى اندر كلوز اوبزرفيشن عشان لو ظهر عليه اي ساينز بتاعت انسان اوبستراكشن لازم يكون في تدخل بسرعة. الحاجة الأخيرة هنتكلم فيها، هو اللي بلعه دوت ده في الكولون ولا في الاستومك؟ هتفرق في ايه؟ هتفرق في ان
البروتوكول بتاعي بتاع الكونزرفتيف تريتمنت هيختلف اكوردنج لمكان الفورن بادي فين. لو الفورن بادي موجود في الاستمك في حاجه بنديلها وقت طويل اب تو 2 ويكس ساعات زياده، نقول هتعدي بعد كده مجرد ما تعدي كونستريكشن اللي في الجاستريك اوتلت هتقدر تكمل بعد كده. وفي حاجات لو عدت الاسبوعين خلاص مش عايزه تمشي اكتر من كده هضطر ادخل انا واشيلها بالمنظار. طب انا من البلين اكس راي الانتروبوستيرير هقدر احدد اذا كانت استومك ولا كولون؟ صعبه شويه. لو هي واضحه قوي وعاليه جدا وشايف الاستومك بابل وشايف الكولون الايريشن بتاعه هقدر اقول هي في انهي واحده فيهم. لكن كتير جدا يبقى الاستومك نفسها بتبقى ساجنج تحت قوي، ويبقى الاستومك بالذات لما يقرب من الجاستريك اوتلت بتبقى نازله لتحت جدا، وبالتالي لما بتبقى قريبه من الـ من من الجاستريك اوتلت بتلخبط بينها وما بين الكولون، فبضطر ان انا الجا لحاجه تانية اللي هو اللاترال اكس راي عشان خاطر اشوف هي انتيريور ولا بوستيريور كانت كولون ولا في الاستومك. الدايفراجماتيك هيرنيا، الدايفراجماتيك هيرنيا احنا بنبقى مايند اذا كنا هنقول هي رايت سايد ولا ليفت سايد. الحاجه الثانيه بعد ما اقول هي رايت ولا ليفت عايز اعرف هي انتروبوستيريور هي انتيريور ولا بوستيريور، فبالتالي بنلجا للحاجه الثانيه اللي احنا بنعمل لها لاترال اكس راي. منظر زي دوت الموجاجنن هيرنيا، الانتروبوستيريور ما اقدرش اقول منه هو طالع من قدام ولا ورا، فلما اخد لاترال فيو اقدر اشوف الكورس بتاع الانتستين طالع من انهي ناحيه بالظبط. والمنظر دوت اللي هو الموست كومن اللي هو ليفت بوكتاليك هيرنيا، اسف البوكتاليك عموما اللي هو بيبقى بوستيريور. وبعرف منين؟ لما بعمل لاترال اكس راي زي ما حضراتكم شايفين ان الباول لوبس كلها طالعه من البوستيريور بارت اوف ذا دايفرام كلوزلي ريليتد للفيرتيبرال كولوم بعد كده مالت الشست كافيتي. الحاجة التالتة بهتم بالكونتنت، ده فراجماتيك هيرنيا اللي طالع فيها ايه؟ هل طالع بس سمول باول لوبس ولا طالع معاها كولون ولا كمان بدا يطلع معاها جزء من الاستومك وساعات بيبقى طالع معاها السبلين؟ طب انا هستفيد ايه؟ هي ليها نوع من انواع البروجنوستيك كرايتيريا، فبالتالي انا لما اكون حاطط رايل ولقيت الرايل ديت نزلت لمكانها الطبيعي تحت الدايفرام بعدين راحت طالعه تاني مع الاستومك فوق، معنى كده ان انا ما عندي جزء من الاستومك هو كمان اتشد لفوق طلع في الشست كافيتي، وبالتالي بيحدد لي بروجنوستيك كرايتيريا. الاكس راي ساعات تبين بعض الشادو اللي فيما بعد تم التاكيد اهوت لما اتعمل له السي تي ان كان في سوفت تيشو طالعه، معنى كده ان دي كانت الكيدني اتشدد كمان مع الرايت سايدد دايفراجماتيك هيرنيا. اسوفاجيال اتريزيا، بنهتم في الاسوفاجيال اتريزيا بايه؟ حصل فين الكويلنج اوف ذا رايل وبالتالي اقدر احدد هي هاي ليفل ولا لو ليفل وبالتالي الجاب بتاعتي قد ايه. الحاجه الثانيه حصل معاه فيستر ولا مفيش، لو هي اسوفاجيال اتريزيا with tracheoesophageal fistula هلاقي ان في فعلا كويلنج للرايل في الليفل فوق لكن في اير مالي للاستومك ومالي للسمول باول عدى من الفيستولا اللي موجوده مع التراكيه. لكن في بعض الحالات بقى مور كومن في الداون سيندروم هنلاقي حصل كويلنج للرايل وعندنا جازلس ابدومن. جازلس ابدومن مش زي اللي احنا قلنا في ميت جاد فولفلس، لا هنا جازلس ابدومن لان ما حصلش سوالوينج اصلا للاير ولا قدر يعدي من فيستولا، عشان خاطر كده بنلاقي ان السمول باول ملهاش اي اسف الباول عموما ما فيهوش اي ايريشن ولا اير ديستريبيوشن خالص في الابدومن. دي كانت معظم الحاجات اللي احنا بنقابلها في الاستقبال، نتمنى تكون وصلت ببساطه ان شاء الله، وشكرا لحضراتكم.